به ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أودعنا هذه الكلمتين الشهادتين والاستغفار عندكم يا سيدي يا سلطان الأنبياء وعندك يا سلطان الأولياء، وهم لنا وديعة عندكم يوم القيامة يا من أرسلكم الله تعالى رحمة للعالمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم استغفر الله. استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله.
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم عظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب الي استغفر الله العظيم واتوب إليه توبة نصوحة توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك ربي من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض ديني اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا نور النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا واغفر لنا اللهم يا غفار الذنوب ويا قديم الإحسان ويا محيي العظام ويا فتاح القلوب ويا ستار العيوب ربنا اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانتين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين 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 بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وحضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا وصديقيون. الفاتحة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أدخلنا في بحر رضوانك الأكبر. فرض صلاة الفجر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكشف عنا من البلايا ما لا يكشفه غيرك اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانطين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم افتح لنا فتحا قريبا وأنت خير الفاتحين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سبحانك يا عظيم، سبحان الله. دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم كثيرا. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين، على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلى الله عليه، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتح. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته، وأظهر كل شيء بحكمته، وتصاغر كل شيء لكبريائه. اللهم أيقظنا في أحب الساعات إليك يا ودود، يا ذا العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اكشف غمومنا وهمومنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أصلح حالنا وأحوالنا وأولادنا وعيالنا وبلادنا وحكامنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيت فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك وعبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أطل أعمارنا لإدراك عصر صاحب الزمان، عصر سيد المهدي عليه السلام وسيد عيسى عليه السلام. اللهم شرفنا بلقائه وبمبايعته، واجعلنا في جندك مع الذين يقاتلون في سبيلك صفا كأنهم بنيان مرصوص. آمين آمين آمين. بحرمة طه وياسين، وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين، وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Whoever can recite Surah Yasin is welcome. We all recite together, inshallah. Yasin is Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we are saying Yasin, we are saying Ya Sayyid. Ya is harful nida, the letter of nida, of calling. And Sin is the first letter of Sayyid. So Allah subhanahu wa ta'ala called Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the first one. Ya Sayyid, come. Ya Sin. And that's the sun that is coming to shine onto the world is the Nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. With that Nur, everything was created. So that's why we recite Surah to Yasin at Fajr time, waiting for the Ishraq, to see the Nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That Nur comes, the Nur of Shams, it is said, the sun goes under Arsh. When it sets, it goes under Arsh into Sajda. And it takes its Nur from Arsh. The Nur of Arsh is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's Nur. And his Nur is from Allah subhanahu wa ta'ala's divine presence. So when we see at the Nur of Shams is a diluted Nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and still you cannot stare it in the eye, you cannot look at it, and it's a diluted form. The Nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nobody can take. So when he called him, Ya Sayyid, come to these universes and spread your Nur onto them, and that's what we want, inshallah. So whoever can recite Surah Yasin with us, Surah Yasin Sharif, is welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون.
بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جل جلاله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جل جلاله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب جل جلاله الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل جل جلاله القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب جل جلاله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله جل جلاله وجلت عظمته ولا إله غيره الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد 11 times. الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل الأجمعين. والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام، ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن نعمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركات وفيضاتهم دائما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى روح إمام الطريقة وهو في الخليقة خواجة بهاء الدين النقشبندي محمد وسيل البخاري، وإلى حضرة أستاذنا مولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني، وأستاذ أستاذنا سيد الشيخ عبد الله الدغستاني، وسائر ساداتنا والصديقين وآل ختم الخواجة كان. And to the souls of our fathers, our mothers, our grandfathers, our grandmothers, our aunts, our uncles, our brothers and sisters, our children, family, relatives, friends, and all that has passed on to the other life from Ummat of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, especially our brothers and sisters in Tariqa Ridha Anillahi Ta'ala. Al-Fatiha. Ameen. Taqabbal Allah. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول صلوات الله عليك. طلع بدر علينا نياتك وداعي وجب علينا يا رسول الله ما دعا لله. تانك يا عبد الرحمن.
داعي يا نبي سلام. Thank you شيخ. Thank you. يا رسول. Thank you شيخ. استغفر الله. سلام عليكم. Thank you شيخ. حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أيها المبعوث. We'll talk inshallah. فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجودي يا رسول الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله ألف ألف الصلاة ثم ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف الصلاة ثم ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف ألف الصلاة ثم ألف ألف السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك أجمعين زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا الكرام وعلى نية الشفاء والدنية أوف شفاء يا رب العالمين ودفع البلاء and pushing away بلاء ورفع الغلاء والنصر على الأعداء and victory for Muslims on enemies يا ربي وعلى نية الفتوح والفرج عن المسلمين يا ربي we are asking for relief for Muslims يا ربي and opening يا ربي and openings يا ربي وقضاء الحاجة and whatever our حاجات is يا ربي to make it happen يا ربي we are asking from your فضل وكرم يا ربي make our situation better يا ربي make our affairs correct يا ربي يا ربي our difficulties make it go away يا ربي whether it's financial difficulty legal difficulty court difficulty hospital medical psychiatric spiritual يا ربي relationship between siblings between families يا ربي we are asking يا ربي for the honor and sake of Rasulullah صلى الله عليه وسلم to have from his rahma يا ربي among our families يا ربي So the hearts come together, Ya Rabbi. So the hands come together, Ya Rabbi. So the good feelings come together, Ya Rabbi. Make every hasad, nazar, sihr, hasad, all go away, Ya Rabbi al-Alamin. Give us shifa, Ya Rabbi, from all diseases, internally, externally, Ya Rabbi. And mend our relations, Ya Rabbi, with our parents, with our children, with our brothers and sisters, with our communities, with our neighbors, Ya Rabbi, with our cousins, Ya Rabbi. Ya Rabbi al-Alamin, we are coming to your door of lutuf, Ya Rabbi. Your door of كرم يا ربي اللهم إنك عفو كريم يا ربي تحب العفو فاعف عنا يا كريم give us يا ربي from that ocean of love of Rasulullah صلى الله عليه وسلم in our heart let his light grow in our hearts يا ربي in our children's heart يا ربي آمين 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 وعلني الظهور صاحب الزمان رضاء الله تعالى الفاتحة Ameen, inshallah. Allah accept, inshallah. So, thank you. Inshallah, we'll see you next time. See you next time. I think we have a private event at noon. And then from there, we go back to the dergah.
go back to sleep. Inshallah, we go back to see Mawlana. Inshallah, I'll let him know. And I'll ask for dua from him, inshallah, for all. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala make all your affairs easy. Inshallah. Everything corrects. If you keep your namaz, everything gets corrected. Especially Fajr namaz. Mawlana, our teacher always said that if you clock in at Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala will make all your day easy and good. If you forget him at Fajr, he leaves you forgotten. Wake up for Fajr. Pray your Fajr namaz, and all your day will be the best. Inshallah, that's my advice that I took from my sheikh, and I'm sharing it with everybody. Inshallah, we'll see you next time. Thank you for Houston people, Austin people, San Antonio people, Texas people, Oklahoma. Some people came from Oklahoma and other parts of the states. You're welcome to come visit Mawlana anytime you want, but let us know. So if you need any information how to contact us, Sayyid Shah Zaman, Mawlana's representative here, can let you know. We would like to get an email so we can know how many people are coming, so Mawlana can know and prepare himself. So please let Sayyid know if you are intending to come, and then he will contact Sheikh Tar or contact me, whoever it's easier for you, Sheikh. Thank you. بحرمة الحبيب يا ربي بحرمة الفاتح.